السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه جديده وحصريه لبرج الميزان. الفتره القادمه هتكون خير ورزق، شهر نوفمبر باذن الله هيكون فرحه لحياتك. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء عشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. اثبت وجودك عندي يا برج الميزان في الكومنتات علشان اعمل لك قراءة حصرية، علشان انا عارفة مين اكبر عدد عندي في القناة ودايما بهتم بيه وبعمل له قراءة. فاثبت وجودك يلا. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اثبت لي وجودك في الكومنتات يلا، علشان خاطر نعمل لك دايما قراءات جديدة وحصرية، علشان انت تستاهل كل خير وطيبة قلبك هي اللي مودياك في الف مشكلة. نشوف برج الميزان يلا بينا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ايه ده يا برج الميزان؟ ايه الجمال ده؟ ايه الخير اللي انت هيعوم على حياتك ده؟ انا عارفة ان انت مظلوم وعارفة ان انت مهموم وقلبك مكسور، بس انت مستني خير، وبالفعل الخير اللي انت مستنيه جاي لك. اول حاجة يا برج الميزان، انت هنا عندك كمية انتظار رهيبة، منتظر رجوع، منتظر الذرية الصالحة، منتظر حقك. الله اعلم اللي انت منتظره هو اللي هيعوم على حياتك الفترة اللي جاية. عندك خير بطريقة رهيبة، بس عايز اقول حاجة معلش كده. الراجل الميزان، راجل الميزان اللي بيسمعني، انت ظالم حد. راجل الميزان انت ظالم حد، والحد ده كان بيحبك. نرجع لقراءتنا برج الميزان، ودي قراءة عامة. اول حاجة يا برج الميزان، انت مظلوم، مظلوم بطريقة رهيبة، وعلى اغلب الامور اللي في حياتك محسود عليها. على اي نعمة في حياتك محسود عليها. لو انت جميل فانت محسود على جميل، لو انت بتدخل رزق حلو فانت محسود على الرزق بتاعك. عندك طريق بطريق رهيبة على حياتك وعلى مستقبلك. شايفة لك كمان رجوع، رجوع او تصالح مع حد انت بتحبه. بسم الله ما شاء الله. عندك هنا حب كبير، حب للشخص اللي كان في قلبك، والشخص اللي في قلبك ده هيكون عندك رجوع بينك وما بينه، عشان خاطر انت عندك لم شم. ايوه برج الميزان عنده لم شم، وكمان مش كده وبس، ده برج الميزان ناوي على خطوبه، وناوي على تغيير وعلى بدايه جديده. اول حاجه برج الميزان، انت ناوي تغير العتبه بتاعتك، ناوي تغير بيتك، او ناوي تطلع من اللي انت فيه. عندك كمان حد توفى، الحد ده زعلت عليه جدا جدا، وزعلت على فراقه. شايفة كمان انه في حد ظلمك، في حد ظلمك ظلم رهيب يا برج الميزان في حياتك. شايفة لك كمان حد كبير في السن، دايما كان بيتدخل بينك وما بين الشريك، دايما كان طرف تالت كان بيتدخل بينك وما بين الشريك، وما كانش حابب لك الخير ابدا. فتاء الميزان، انت خليكي دايما متألقة، خليكي دايما بصة لقدام، علشان عندك تغيير حلو وعندك فرحة، او عندك انتصار، عندك انطلاقة جديدة، عندك تغيير جذري. انت اللي منت مستنياه هو اللي هيتحقق بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. فعايزاك بس تحذر كده يا برج الميزان من عراقيل في وشك. العراقيل دي مسببه لك بعض التوتر وبعض الحيره، ومسببه لك دوامه في حياتك. فعايزاك دايما تخلي عندك يقين ان ربنا هيصلح حالك وهيخليك متفوق على الاخرين باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بص بقى يا برج الميزان، انت عندك حد بينك وما بينه فرق سن، حدك بينك وما بينه علاقة، بس في فرق سن بينك وما بينه، او في حاجة بينك وما بينه، بس بإذن الله الامور هتبقى فيها تغيير. عايز اقول لك يا برج الميزان كمان، ان انت هيكون عندك جزء من ظلمك، هيكون عندك جزء من ظلمك. انت استحملت حاجات كتيرة جدا محدش يستحملها، استحملت مسؤولية من صغر سنك، بتعافر وبتجاهد، وعندك ارادة قوية، بس برضو تعبان، تعبان ومطعون من الغدر. بص يا برج الميزان، انت داخل في مشروع وخايف ان انت تخسر فيه. المشروع ده انت مش هتخسر فيه، هتنجح وهتكمل وهتكبر. عندك علاقة مع برج الجدي، حصل بينكم وما بينه فراق من بدري، هيكون في رجوع الفترة اللي جاية، وهيكون في تغيير بإذن الله، بس انت دايما خلي بالك من نفسك. انت دايما عندك حلم او امنية ونفسك تحققها، عندك حلم او امنية ونفسك تحققها. الفترة اللي فاتت دي كلها كنت بتحاول تثبت وجودك بنفسك، كنت بتحاول تشتغل على نفسك جدا علشان خاطر توصل لهدفك. شايفة كمان ان في حد عندك تعبك في حياتك، في حد عندك في حياتك تعبك.
حد شكاك، حد حس ان هو عامل لك بعض العراقيل، بعض التوتر. ليه دايما يا برج الميزان عندك كوابيس واحلام مزعجة؟ ليه كوابيس واحلام مزعجة عندك وتوتر؟ انت حاسس ان انت متلخبط، حاسس ان انت عندك بعض المشاكل. في حاجة، في عكسات عندك يا برج الميزان، في عكسات عندك. خلي بالك السحر اللي بيتجدد لك هو اللي ملخبط حياتك، هو اللي عامل لك ده كله، وعلشان كده عندك وقف حال والفلوس متبخره ودايما مشاكل بتجيلك من تحت الارض. عندك بعض التوتر. شايفه لك هنا مرات اخ، مرات اخ تعباك في حياتك، مرات اخ تعباك في حياتك، او مرات عم، او سلفه. مش لازم تكون مرات الاخ بالظبط، ممكن تكون اخت، بس انا شايفها لك مرات حد، اللي عشان انا شايفها لك عندها زوج، فممكن تكون مرات اخوك او مرات عمك او مرات خالك او مرات ابوك. دي واحده منهم، خلي بالك منها وحط عينك في وسط راسك وما تامنش لاي حد. وقصه وقف الحال اللي عندك ده بسبب السحر اللي معمول لك من واحده ست قريبه منك، من واحده ست قريبه منك. في حد انت بتدعي عليه وبتقول انا مستحيل اسامحه ولا دنيا ولا اخره. في انت هنا دعاء عندك بتدعي على حد بسبب الحد ده ظلمك وغدر بيك. بص يا برج الميزان، عندك علاقه مع برج الثور، عندك علاقه مع برج الثور، وسبب السحر خلاك تتفرق عن اي حد. فانت الايام اللي جايه هتثبت وجودك، هتثبت وجودك. شوف بص بقى برج الميزان، بص بقى بسم الله ما شاء الله. اول حاجه انت هتكتشف حد على حقيقته، هتكتشف حد على حقيقته الايام اللي جايه، وهيبقى عندك احساس ان انت هتحط النقط على الحروف وهتقف على الارض الصلبه وهتقول عليا وعلى اعدائي، هتقول عليا وعلى اعدائي. فاللي انت ناوي عليه هينجح. خلي بالك في واحده ست هي دايما بتتدخل في حياتك وبتتدخل في خصوصياتك، فلازم تحذر من اي حاجه. عندك علاقه مع برج الاسد، عندك علاقه مع برج الاسد، خلي بالك وبلاش الاطراف الثالثه اللي بتدخل بينكم. في مشاكل كتيره جدا بتحصل عندك، في بعض اللخبطه بيحصل عندك، بس كل حاجه باذن الله هيكون عندك تغيير حلو. شايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك تغيير جذري بسم الله ما شاء الله. وارجع اقول لك تاني، عندك واحدة بتحقد عليك وبتغير منك، واحدة بتحقد عليك وبتغير منك، زي ما تكون انت بتتنقل، انت ما بتثبتش في حاجة يا برج الميزان، مفيش اثباتات في حاجة ابدا. شغلك حتى الشغل بتبقى متنقل فيه، ما بتشتغلش في شغلنا بس، ودايما بتدور على كذا مجال يدخلك المال. انت ناوي على تغيير سكن، ناوي على شراء بيت جديد، او انت اشتريت بيت الله اعلم، بس انت ناوي على حياة جديدة، وبالفعل اللي انت ناوي عليه هتحصل عليه. الايام دي يا برج الميزان انت عندك حد مريض، طفل مريض، ابن، اخ، زي ما يكون عندك حد مريض، حد انت زعلان عليه ونفسه ربنا يشفيك باي، ربنا يشفيه باي طريقه. في مشكله عندك، في مشكله عندك، فخلي بالك من الاشخاص اللي بيغيروا منك. هتقول لي ما حدش بيغير مني، اقول لك لا، في واحده ست بتغير وهو قلبها الحقد بس، ومش ليك انت، ده هي لكل الاخرين، ما بتحبش حد يكون احسن منها ابدا. فخلي بالك من السلفه او مرات الاخ او من بعض الناس اللي هي بتقول ان احنا حابين لك الخير. بص يا برج الميزان، بص يا برج الميزان، انت هنا عندك حروف كتير جدا مش سايباك في حالك، عندك حروف كتيرة جدا مش سايباك في حالك. حرف الام ظلمك وغدر بيك، وممكن كمان يكون خد فلوسك الله اعلم، غدر بيك. عندك اخوات بينك وما بينهم مشاكل، اخوات بينك وما بينهم مشاكل. وبرج الجدي اللي قلت لك عليه ان شاء الله باذن الله الامور هتتغير وهتكون من نصيبك. كان عندك علاقه مع برج السرطان، برج السرطان، برج السرطان ده خرب حياتك بمعنى الكلمه، خرب حياتك بمعنى الكلمه، لخبط الدنيا. فانت ممكن يكون عندك رجوع، وبعدين بكرر تاني مع برج الجدي.
بس القرار هيكون قرارك. بص يا برج الميزان، اول حاجة انت اليومين دول من كتر الضغط النفسي اللي انت فيه بقيت عصبي جدا، وما بقتش طايق اي كلمة من حد، ولا طايق ان اي حد يتكلم معاك، لدرجة ان انت عندك القولون، عندك التهابات، حاسس ان انت تعبان، حاسس ان انت مخنوق، حاسس انه مفيش حد جنبك، رغم ان انت بتدعم كل الاشخاص اللي حواليك. ايوه بتدعم كل الناس، بس حاسس انه مفيش حد جنبك، حاسس ان انت عايش في كوكب لوحدك مفيهوش اتنين. ده كله بسبب السحر يا برج الميزان. ايوه بسبب السحر، انا مش بوهمك، انت اصلا معمول لك سحر. عندك هدهد هيجيب لك شويه اخبار حلوين، عندك هدهد هيجيب لك شويه اخبار حلوين، بس انا مش عايزاك يكون بالك مشغول. انت بس اللي تعبك اليومين دول يا برج الميزان من كتر الصدمات اللي انت فيها، والله العظيم ما مستحمل اي حاجة. انت اصلا مظلوم فمش محتاج ظلم، فلازم اي علاقة تدخل حياتك الايام اللي جاية تكون حياتك فيها ادق التفاصيل، وتفكر كويس جدا. وزي ما عامل انه في ايام حلوة في ايام وحشة، خلي بالك من كده. ولما يدخل حد في حياتك علشان شايف انه في حد هيدخل حياتك الايام اللي جاية، ما تدهوش كتير، هدي اعصابك كده ودي اللي هو يستاهله، ما تديش زيادة عن اللزوم، علشان هم بيعملوا ملايكة في الاول لحد ما بيتمسكنوا لحد ما يتمكن. فما تديش الفرصة الشخص اللي قدامك ان هو يجرحك ويعرف كل اللي جواه. حواليك تعابين كتيرة جدا، حواليك اشخاص اوسخ من كورونا ومش حابين لك الخير ابدا. عندك طاقة ايجابية هتدخل فيها الايام اللي جاية بعد كام خطوة كده باذن الله. عندك كمان الايام الغدر والخيانة اللي انت شفتها في حياتك، ده كله هيكون عندك تعويض. حلمك مش مستحيل، حلمك مش مستحيل، حلمك هيتحقق باذن الله. بس انت ليه عندك شوية احلام فيهم كوابيس وتعبينك وحاسس ان انت مهموم، رغم ان انا شايفة لك فترة من الهنا ومن السعادة الفترة اللي جاية. رغم التعب اللي جواك عندك فترة من الراحة الايام اللي جاية. انت ليه دايما يعني دايما بيتردد معاك حلم معين؟ بس في حلم دايما بيتردد معاك وخايف منه. انت مشكلتك يا برج الميزان الايام دي ما بقاش عندك حيل، ما بقاش ليك نفس، ما بقيتش عايز اي حاجة، ما بقاش ليك نفس حتى تعاتب، ما بقاش ليك نفس حتى تتكلم من كتر طخ 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 ورا بعض، ما بقاش ليك نفس ان انت حتى تقول سلام عليكم لاي حد. الدوامة اللي انت فيها دي بالك مشغول، الدوامة اللي انت فيها دي بالك مشغول. عايز اقولك ان انت هنا مستني انفراجات، بس انت اليومين دول بالك مشغول بطريقة رهيبة، بتفكر في حاجات كتيرة جدا شغلة بالك. اللي حطموك هم من العيلة، هم من المقربين لقلبك، هم اللي كانوا بيقولوك احنا جنبك واحنا بنحبك وحابين لك الخير. فجأة كده لقيت المواضيع اتقلبت وبتسأل طب انا عملت لكم ايه، طب انا ايه اللي حصل مني. انت عندك كذا موضوع مش عارف تعمل فيهم ايه، او كذا موضوع بالك مشغول بيه. شايفالك كمان هنا يا برج الميزان ان انت هيكون عندك انفراجة حلوة، هيكون عندك انفراجة حلوة، الانفراجة دي انت مستنيها. بلاش طيبة القلب الزيادة عن اللزوم، بلاش طيبة القلب الزيادة عن اللزوم. شايفالك كمان انه برج الميزان رغم ان قلبه موجوع، رغم ان هو هيكون متألق دايما، دايما هيكون متألق ورفع دماغه لفوق، وهتلبس تاك الفرحة، تاك الخير، وتاك الرزق. بص هنا يا برج الميزان، عندك هنا ذهب اتسرق، فضة اتسرقت، هدوم اتسرقت، وخلي بالك، خلي بالك من الحاجات دي. وقت تجديد السحر بتحس بخنقة، بتحس ان انت مش قادر تستحمل اي حد، ودايما بيكون عندك طاقة سلبية في الايام تجديد السحر، الايام بتجدد فيها السحر، بتحس بركود، تشتت، ارهاق، كسل، خمول، ملكش نفس لأي حاجة. أول ما تحس بالأعراض دي، تساقط شعر، دبلان، إهمال، ألم في المعدة، ألم في المفاصل، أي ألم بتحس بيه
جامد او فجأة بيجي لك، تعرف ان ده وقت تجديد السحر. وقت تجديد السحر عندك بتحس بالتعب واللخبطة. انت بس معمول لك بعض السحر اللي ملخبط حياتك، مخلي حياتك فيها مشاكل. بص يا برج الميزان، عندك علاقة نرجسية وشخص أناني في حياتك، عندك شخص نرجسي وشخص عامل لك بعض المشاكل في حياتك. الأيام اللي جاية لازم تتمسك بأرادك وتتمسك بحياتك، لأن أنت هيكون عندك أشخاص هتتبعك. أنت داخل في مشروع وهيبقى عندك أشخاص حلوة جدا، وهيكون عندك انفراجات حلوة. لازم تتمسك بحياتك، ولازم تقف على ارض صلبة وما تشمتش اي حد فيك. انا زي ما عايزاك، يعني انا عايزاك متفائل دايما، عايزاك دايما تكون على يقين وتمسك على ايدك شوية، تمسك على ايدك شوية. عندك هنا انطلاقة جديدة، بلاش تقول انا صحتي متدهورة، انا متلخبط، انا متضايق، انا مخنوق. لا، انت من انت بتشتكي همك لحد يا برج الميزان؟ فتاة الميزان مالك كده؟ بقي فيك ايه من كتر الصدمات والضرب اللي عليكي؟ انا عارفة وحاسة بيك ان انت مهمومة ومغدور بيك من كتر الصدمات اللي انت فيها. اتخذلتي كتير من كل الاشخاص اللي دخلتيهم حياتك رغم طيبة قلبك. هم لو يعرفوا بس انتوا قد ايه جواكم امور حلوة ما كانشوا عملوا فيكم كده. بس انتوا برضو يا برج الميزان اللي بتتكبروهم. في ناس ما تستاهلش حتى كنت تقول لهم ازيكم، دخلتوهم وكبرتوهم وديتوهم وفي الاخر حسدوكم. العين موقفة حياتكم، ما مخلياش اي حاجة تظبط في معاكم او حياتكم تتلخبط. عندك حمى مش حبالك الخير ابدا، ولا حابة ان انت تكون كويس، وعلشان كده بدأت تفقد الثقة يا برج الميزان في اي حد. يعني انت مشكلتك الايام دي بدأت تفقد الثقة مع اي حد. يعني انت اتظلمت. بعض مواليد برج الميزان الايام اللي جاية هيكونوا ناويين على خطوبة، او ممكن ما يكونش خطوبة، ممكن يكون اعلان نجاح او اعلان حرية، اعلان خير، الله اعلم. بس انا شايفة لك اعلان انت هتعلنه، والاعلان ده هيكون في فرحة وفي احتفاء. شايفة لك كمان هنا يا برج الميزان ان انت زعلان مع شريك حياتك، او انت زعلان على نفسك قوي. فاللي انت زعلان عليه بإذن الله هيكون عندك انفراجات حلوة في حياتك. يعني انت ليه طاقة التفكير الرهيبة دي في الموضوع اللي شاغل بالك؟ موضوع شاغل بالك بطريقة رهيبة. بص يا برج الميزان، انت بس مشكلتك اليومين دول ان انت عايز يعني التفكير اللي في حياتك ده بسبب ان انت عايز تطلع من البيت اللي انت فيه. فعشان كده حاسس ان انت متضايق ومخنوق بسبب ان انت عايز تطلع من البيت اللي انت فيه. انت حاسس ببعض الضغط وبعض النفور وبعض الكسل، علشان خاطر حاسس ببعض اللخبطة. فبإذن الله هيكون عندك خير الايام اللي جاية، وعندك انطلاقة جديدة وفرحة غير طبيعية. فلازم تخلي بالك ويكون عندك يقين بالله ان ربنا هينصرك وهيحقق حلمك وهيديك الفرحة اللي انت عايزها. ايوة بإذن الله. ورق المحكمة ده اللي بالك مشغول بيها هيخلص. بعض مواليد برج الميزان اللي بيسمعوني دلوقتي بيسألوا على الماديات وبيسألوا على الرجوع بينهم وبين الشريك. ما تقلقوش، انتوا عندكم رجوع، ما تقلقوش، الرجوع جاي لكم. بس مش عايزاكم تظلموا نفسكم مع اشخاص هم ما يستهلوش محبتكم. وخلي بالك في حد هيقف جنبك الايام اللي جاية وهيدعمك. الحد ده هيكبر منك وهيعليك وهيوصلك لحلمك ولهدفك. شايفة كمان ان انت هنا يا برج الميزان ناوي على حاجة معينة هتحصل في حياتك. بس انت مظلوم من برج الجوزاء، مظلوم من برج الجوزاء يا برج الميزان. دخل حد في حياتك من برج الميزان اتظلم وقلب حياتك لبعض المشاكل وبعض التوتر. عندك مغامرات الايام اللي جاية، عندك مغامرات الايام اللي جاية. برضو انت مريت بايام اذتك على قد ما هيكون عندك انفراجات. بسم الله. انت الايام اللي دي عايز تمشي، عايز تمشي، عايز تسافر، عايز تغير الارض. يعني انا ديني بكررها لك تاني، انت عايز تغير بيتك. فما تقلقش، انت عندك التغيير بس بعد حبة تعب، بعد حبة تعب، مش تعب في حياتك،
يعني تعب في تحويش فلوسك اللي هتشتري بيها البيت، تعب ان انت تطلع من المكان اللي انت فيه بسهولة. برج الميزان، فاهم قصدي اوي. عندك كمان يا برج الميزان، خلي بالك من حد بيحاول يمسك عليك اي حاجة. الحد ده منى عينه يوقعك، منى عينه ان انت بس كده تغلط غلطة. بس مين برج الميزان يغلط؟ ده برج الميزان حكيم جدا في تصرفاته، ده ما بيطلعش الكلمة غير لما بيكون عارف رايحة فين وجاية منين. بس برضه محسود، برضه محسود. يعني مش معنى ان انت مش عارف ان انت بتطلع ايه، بس انت برضه محسود. في برضه مشكلة عندك يا برج الميزان، مشكلة عندك ان انت عندك وسواس بطريقة رهيبة، وسواس نظافة، وسواس شك، عندك وسواس بطريقة رهيبة. يعني انت من الابراج الحساسة جدا جدا جدا، ودايما عندك وسواس كده، دايما تلاقي الوسواس بيكلمك قبل ما الحاجة تحصل على طول. بص يا برج الميزان، خلي دايما لبكرة عندك تفاؤل. مفيش حاجة اسمها انا خايف من المستقبل، مفيش حاجة انا خايف من بكرة، مفيش حاجة انا خايف. انا ليه؟ ليه يا برج الميزان خايف؟ ليه؟ ايه اللي مخوفك كده؟ انا مش شايفه لك خوف خالص، بالعكس، ده انت داخل على فترة من الراحة، فترة من السعادة، فترة من التغيير. بس انت اللي ما بقاش عندك صبر بسبب الضغط النفسي اللي انت دخلت فيه. عندك علاقة حب او علاقة صداقة او زملاء هتتحول لعلاقة فيها ايجابيات وفيها خير وفيها رزق. الاخبار الحلوة جاية لك، بس انت خلي بالك، ايوه خلي بالك، عندك فترة تقدم الايام اللي جاية خلال اول 5 ايام في نوفمبر. هتدخل في فترة حلوة جدا، تدخل في ضغط حلو لحياتك، بس دايما خلي بالك من العراقيل اللي بتقف قدامك، حاول تحلها وحاول تتخطاها. انت دايما بيكون عندك فضول بطريقة رهيبة، بس الايام دي مش عايز حد يكلمك، ولا عاوز حد يتدخل في حياتك، ولا حد يقولك انت قلت ولا انت عدت. وبدأت تشكر اي حد يدخل حياتك على ويسبب لك اذى. يعني انت الايام دي بتشكر اي حد ممكن يعمل لك كذا، بتقول له ما بتقولش يعني انت حتى حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بقتش تقولها. انت بس تقول ايه؟ انا رامي هموم عن ربنا، ربنا هيجيب لي حق، ربنا هيجيب لي حق، انا ما مش هدعي على حد ولا اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. عندك تقدم الايام اللي جايه، فخلي بالك. الناس بتبان على حقيقتها يا برج الميزان لما وقت شدة، مش على الفاضي وعلى المليان، هما بيبانوا على حقيقتهم في وقت شدة. وقت الشدة بالظبط بتشوف قد ايه الاشخاص دول، ايه ده، انتوا ازاي كنتوا كده، انتوا ازاي كنتوا في حياتي ازاي. فعشان كده وقت الشدة بيقولك الصديق بيبان والحبيب بيبان. المواقف دايما يا برج الميزان بتبين الاشخاص اللي حواليك في حياتها. برج الميزان ابشرك بشرة تاني، ان انت عندك سفر، عندك سفر. دايما يا برج الميزان بقول عليك ان انت بيطلع لك ميزان العدالة في حياتك. هتقول لي انا مهموم وحزين، اقول لك لا، عندك عدالة في حياتك باذن الله. انت رفعت ايدك في يوم من الايام لدعوة ربنا، دعيت ربنا في يوم من الايام وقلت يا رب انا محتاج لك، يا رب انا عايزك تقف جنبي. الايام اللي جاية هيكون عندك امور حلوة جدا. دايما فتاة الميزان، دايما فتاة الميزان بتدور على الامان وعلى الراحة وعلى الاستقرار، وعلى ان تلاقي الشريك المناسب اللي يعوضها في اللي هي تعبته. يعني دايما انت يا برج فتاة الميزان بتدوري على الحد اللي يريحك، انت مش عايزة منه حاجة، بالعكس انت ممكن تديه، بس دايما مهموم. راجل الميزان كريم جدا، دايما متألق في حياته، بيوزع نصائح لكل الناس، دايما عنده لقاء في بكرة. بس الايام اللي داية دي هيكون عندك قضية، خلي بالك. وعندك سحر بيتجدد لك بوقف الحال، عامل لك عراقيل. برج الراجل الميزان لو انت ظالم حد يا ريت تصالحه علشان خاطر حياتك تبدأ تتحسن. برج الميزان من الابراج الكتومة، يعني نعمل اللي على قلبه على لسانه، بس كاتم في اسرار معينة بيكتمها ما بيعرفش يتكلم فيها. ما بيعرفش الكذب ولا النفاق، فتاة الميزان ما بتعرفش الكذب ولا النفاق.
بس دايما مخدوعه من الاشخاص اللي حواليها اللي عاملين لها ان هم حبايبها. فلازم تخلي بالك، لازم تخلوا بالكم كويس جدا عشان عندكم علاقات فيها ارتباط. الفتره دي انت بتحاول تختفي من اي حاجه ممكن تاذيك، بتحاول تقول خلاص اذيتوني، بس عندك قوه وعندك حماس الفتره اللي جايه. خلي بالك هيكون عندك قوه وعندك حماس، وهتاخد حقك من كل الاشخاص اللي ظلمتك. انتوا دايما شخصيه متميزه، ودايما كل الاخرين بيحبوكم رغم هدوءكم رغم طلتكم في الحياه ببساطه. هيكون عندك تغيير، وخلي بالك يا برج الميزان ان في موقف حصل زعلك جدا وخليك متضايق ومخنوق. وعايز اقولك يا برج الميزان ان انت هنا عندك حد هيكون في مواجهه، والمواجهه دي هتكون خير ليك. ايوه هتكون خير ليك. عايزك دايما تخلي عندك يقين بالله، يقين بالله فقط لا غير. عندك خير وعندك رزق وعندك تفاؤل لبكره باذن الله بفضل ربنا. تحياتي ليك، اتمنى لك الخير والسعاده، تعوم لحياتك اللي جايه، وما تنساش تشجعني لباقي القراءات.